بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في حكايه مصريه جديده جدا. موضوع كلنا حابين نتكلم فيه وناس كتير قوي عندها اسئله كتيره فيه، اللي هو الادمان. ابتلاء صعب ممكن يهدم اسره باكملها، وللاسف ممكن تكون تجربه سيئه للغايه بيمر بيها اقرب الناس ليا وليك. والفترة طويلة كلنا بنعتبر إن المدمن مذنب رغم إنه ضحية، علشان كده مساعدته والوقوف جنبه واجب علينا كلنا. ضيفنا النهاردة واحد من ضحايا الإدمان وله قصة أليمة تحولت لقصة نجاح، دلوقتي ما شاء الله صاحب ومدير مشروع ناجح. خلونا نرحب ببطل حكايتنا المصرية النهاردة، رمضان حسين. اهلا بك يا استاذ رمضان. اهلا بحضرتك يا فندم. ومعانا كمان واحد من شركاء النجاح في تجربه مكافحه الادمان، دكتور هشام جمعه، اخصائي علم النفس وعلاج الادمان بصندوق مكافحه وعلاج الادمان. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم، شرفنا. شكرا جزيلا. عايزين نبدا بقى يا رمضان، انت حكايه الادمان معاك كانت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس حضرتك يا فندم، هي حكاية الإدمان ابتدت معايا وأنا سن صغير شوية، كنت عندي 12-13 سنة كده. 12 سنة؟ تمام. دخلت عالم الإدمان يعني بالسيجارة، ابتديتها بالسيجارة العادية. اللي هي يعتبر البوابة الأولى اللي أنت بتخش منها لعالم الإدمان. اللي هي السيجارة. بعد كده السنة اللي بعدها ابتديت أخش في مخدر تاني، السنة اللي بعدها مخدر تالت، ابتديت بقى اتدرج في المخدرات سنة ورا سنة، لأن كل سنة كانت الحالة المزاجية عندي بتعلى. وأنا كنت لسه في فترة المراهقة وما عنديش وعي بمعنى أصح. مزاجك متقلب يعني. بالظبط كده. ما كانش عندي وعي لغاية ما دخلت في المادة العالية اللي هي كانت مادة الهيروين. ما ارتكبتش ذنب كبير يعني؟ لا الحمد لله. يعني في ناس بتبقى مدمنة يعني ممكن تقتل حد، تموت أطفال. كنت هوصل للمرحلة دي على فكرة، وتفكيري جابني فعلا للمرحلة. طب استناني بقى شوية لما أسأل الدكتور سؤال وأرجع لك تاني، لأن ده موضوع أنا شخصيا مهتمة بيه جدا. هل بنعتبر يا دكتور المدمن مريض ولا مذنب؟ لا، مريض طبعا. مريض. الإدمان هو أحد الأمراض النفسية اللي للأسف ممكن في بعض الأحيان يترتب عنه جرائم، ولكن في الأساس هو مرض نفسي العلاج منه ممكن ومتاح. وكمان دلوقتي مع الآليات اللي بتقدمها الحكومة والدولة المصرية من مجانية كاملة وسرية تامة، طبعا العلاج متاح ومجاني وموجود طول الوقت، ولكن في الأساس هو طبعا مرض. دكتور، في ساعات مصحات كتير قوي بتفتح بس لمجرد انهم ياخدوا فلوس، لكن هم مش مؤهلين لمعالجة المدمنين يعني. هو للأسف زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، فعلا ان مهنة علاج الإدمان هي من المهن المربحة، ففي بعض الناس الغير مؤهله لهذه المهنه بتمتهن هذا المهنه. وللاسف طبعا الثقافه اللي بتدور ما بين الناس عن طبيعه العلاج وعن طبيعه الاماكن اللي بتعالج لسه برضو بنحاول ننشرها وندي الوعي للناس اكتر واكتر. ففي كتير من الناس ما بيبقاش عارفه ايه هي الجهه المسؤوله او ايه هي الجهه المؤهله ان هي تقدم خدمه علاج من الادمان. احنا عندنا جهه وطنيه اللي هي صندوق مكافحه وعلاج الادمان. أيوة. المسؤوله عن خفض طلب عن المخدرات في مصر، هي اللي بتعالج وبتاهل الشباب المصاب بالادمان. ففي بعض الناس ما بتعرفش الجهه دي، ولكن طبعا من خلال برنامج حضرتك والبرامج اللي احنا يعني بنظهر فيها طول الوقت وحملات التوعيه اللي بنقوم بيها، بنحاول نقول دايما ان في جهه واليه وطنيه معتمده بتقدم الخدمه للعلاج من الادمان على اعلى معايير. يمكن عندنا تجربه مصريه فريده من نوعها دلوقتي في علاج الادمان، في كتير من الدول بتيجي عشان تنقل هذه التجربه بعد النجاحات اللي الصندوق بيقوم بيها الفترة اللي فاتت. وعندنا عدد من المراكز الشريكة لينا بنقدم من خلالها هذه الخدمة، عندنا حوالي 28 مركز على مستوى الجمهورية بيقدموا خدمة العلاج من الإدمان بالمجان بالكامل وبسرية تامة، وسهل توصل ليهم لو بس اتصلت بالخط الساخن لعلاج الإدمان اللي هو رقمه 16023. ده على طول بيوصلك للمكان الصحيح. الرقم ده متاح 24 ساعة طول الأيام الأسبوع. هو بيقول لنا بقى تروحوا فين بالظبط. حضرتك بتتصلي، او مش شرط كمان المريض يعني اللي هو اللي اتصل بنفسه، ممكن أكيد. كمان اهل المريض اي طبعًا. حد بيتصل طبعًا. بيلاقي حد متخصص بيرد عليه من متخصصين في علم النفس او علم الاجتماع. دكتور ولا تيجي بعد شهر ولا لا 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 لا،
فورا بيتوجه لاقرب مكان ليه، لان احنا منتشرين على مستوى الجمهوريه. تمام. بنقول للي بيتصل على اقرب مكان احنا بناخد منه بعض البيانات، ولكن برضو بنحافظ على السريه، ما بناخدش اسم او رقم قومي، بنعرف بس البيانات الخاصه بالتعاطي وعنوان السكن، وبنوجهه لاقرب مكان يتعالج، وفورا بيروح في الميعاد اللي هو اخده والمكان اللي هو اتقال له عليه، ويبتدي الخدمه والعلاج والتاهيل فورا. انتوا بتكشفوا عليه الاول يا دكتور؟ طبعا هو بيخش العياده. في اخصائي نفسي بيقابله، وفي طبيب نفسي بيقابله، واحد للعلاج النفسي، الاخصائي النفسي بيقوم بعمليه العلاج والتاهيل النفسي، والطبيب للادويه. فمن اول يوم بيروح بيتلقى الخدمه من خلال الشخصين دول، طبعا بجانب بقيه الفريق العلاجي، وبيمشي معانا بقى في العلاج بكل مراحله. ان شاء الله ربنا يقويكم يا رب والله. طيب انت قلت لي ان انت كنت هتدخل على الحكايه بتاعه القتل والحاجات دي. دي حقيقه انا وصلت، ما انا بقاش عندي بقى حته اللي هو ايه تفكير، لا اهداف وطموحات بقى، بقيت في حته زي ما بيقولوا ايه، بنام بفكر في المخدر، بصحى بفكر في المخدر. في ضياع بقى. يعني انا لدرجه ان انا وصلت ان انا باخد المخدر بتاعي ماشي اللي هو ايه عشان يسكن الالم، زي اكني كنت بقول عليه علاج. يعني بتحس كنت بالام يا رب؟ طبعا، اما ما باخدش المخدر بتاعي كنت بحس بالام. يعني فعلا زي ما بنشوف في الافلام القديمه يقول لك جسمي وبتاع. لا مش للدرجه دي، لا هي بتبقى حضرتك بصي، هي بتبقى اعراض انسحاب بتاعتها، بتبقى جسمانيا عباره عن اسهال، عباره عن وجع في الظهر، ترشيح، صداع، مش طايق الاكل، ومش بقى ظهرش في جسمي واخبط دماغي في الحيطه، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده صح؟ لا مفيش الكلام ده. دي افواره قوي قوي. هو بس القصه كلها في يعني الدراما والافلام برضو على مدى سنوات نقلت صوره عن المدمن، ونقلت صوره عن العلاج، وكمان بما فيها جزء تعرض الانسحاب شويه مبالغ فيه. فهو اعراض الانسحاب يا جماعه عشان بس نوضح الصوره للناس، هي زي ما قال رمضان، هي بشكل عام، هي طبعا بتختلف من شخص للتاني، ولكن بشكل عام وجع عظم، وجع في الظهر، امساك، اسهال، صداع، قله نوم، شويه رعشه بسيطه في الجسم، وطبعا مع الادويه بيتم التغلب عليها بكل سهوله، فالموضوع فعلا مش زي ما بيحصل في الافلام والمسلسلات. طب في برضه مصحات خاصه كده بتمارس عليهم يعني في قسوه، في ضرب، وفي حاجات كده يعني لما بتجي لهم الحاله او كده؟ طبعا الاماكن اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول اللي هي الغير مرخصه، الغير خاضعه لرقابه الدوله. طبعا بتمارس فعلا بعض الاساليب الخاطئه في العلاج. ده مش علاج اساسا، احنا علاجنا عباره عن ادويه، هي مرحله في الاول بتبقى سحب السموم وازاله عرض الانسحاب، بيبتدي ياخد ادويه عشان يودي عرض الانسحاب. بعد كده بننتقل للمرحله الثانيه بعد اسبوع او 10 ايام بعد ما نخلص المرحله الاولى، عشان يبقى في مرحله التاهيل النفسي اللي هو ازاي ابتدي افهم طبيعه المرض، ازاي ابتدي افهم اتجنبه ازاي عشان ما انتكس مره ثانيه وارجع له ثاني. متاكد انه مرض؟ طبعا علميا هو مرض، هو احد الامراض النفسيه، فبنعلمه طبيعه المرض. وحياتك في ناس ساعات يعني على حد ما بسمع انه في المصحات مثلا ما حضرتك تمنع عنه طبعا الحاجات دي كلها، في بعض الناس جوه المصحه ممكن يدوهم تاني يعني نظير فلوس او بتاع او كده. ده ما هو ده في الجهات الغير معتمده او الغير مرخصه. انت هل بتضمن ولكن ده عندك؟ طبعا بتبقى في رقابه على طبعا اولا الصندوق متعاون، والمستشفيات المتعاونه مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان. كلها جهات يمكن نقول عليها هي من افضل الجهات الحكوميه في هذا المجال. احنا المستشفيات الشريكه معانا هي حاجات يا اما تابعه لوزاره الصحه، يا اما للمستشفيات الجامعيه او للقوات المسلحه. فاحنا كمان عندنا الكوادر بتاعتنا الموجوده داخل هذه المؤسسات من صندوق مكافحه الادمان، هي كلهم مؤهلين بشكل كبير، على طول بنديهم دورات تدريبيه. يمكن احنا متعاقدين وفي بروتوكول تعاون مع جامعه القاهره لدبلوم مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، عشان خاطر نخرج الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والاطباء المؤهلين لده. فاحنا عندنا الخدمه بتقدم على اعلى مستوى وبالمعاريد الدوليه. طيب رمضان انا عايز اسالك، انت لما دخلت اتعالجت دخلت عند الدكتور؟ تمام. تبع الصندوق. تمام. ايه ده اللي اتصلت؟ انا كنت بعد ما يئست بعمل حاجات كتير، ولقيت نفسي داخل في حته وحشه قوي. انت كنت متجوز ولا لا؟ لا كنت لسه الحمد لله متجوز. بس دلوقتي؟ لا متجوز دلوقتي، معايا 3 اطفال كمان ما شاء الله. الله اكبر. معايا ولدين ومعايا بنت. ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليك. لا مش بتبقى محرج لو حد جاب السيره قدامهم ولا؟ لا مش محرج، بالعكس انا فخور دلوقتي بنفسي.
انا فخور جدا بنفسي وفخور ان انا بطلع اقدم رساله لشباب بلدي ان في حاجه اسمها تبطيل وتغيير. النهارده بعد ما كنت قالت اذى ماشيه في الارض وانسان سلبي ماشي، لا انا النهارده طالع بقدم رساله ان انا بعد 20 سنه ولا 22 سنه من التعاطي وكنت حد وحش قوي، النهارده انا بقيت حد كويس قوي، بقيت حد منتج في المجتمع بتاعي، ايجابي في المجتمع بتاعي، ليا دور فعال، عندي مشروع ناجح، بساعد من خلال بردك صندوق بردك، يعني ليه؟ ان انا كان في يوم من الايام عندي اقتناع ان مفيش حاجه اسمها تبطيل، لا انا النهارده مثال حي قدامك اهو، انا مبطل 9 سنين والحمد لله ما وقعتش ولا انتكست ولا اي حاجه، ليه؟ ماشي على التعليمات ان الدكتور بيقول لي عليها، بحضر البرامج بتاعتي، بحضر الدورات التدريبيه، يعني لحد دلوقتي طبعا يقعدوا كتير بقى يا دكتور؟ هو رحله العلاج بتبقى اول 10 ايام او اول اسبوع لعرض الانسحاب، بعد كده التاهيل النفسي بتبقى من شهر لثلاث شهور، ولكن هو بعد كده بيخرج من المستشفى، ولكن بيظل يجي جوه المستشفى جلسه اسبوعيه عشان خاطر يحافظ على النظام النفسي اللي هو ماشي عليه. طب ما فكرتش ان انت بعد ما خرجت ان انت تضحك بقى على الدكاتره وتشرب لك حاجه كده بره؟ في تحليل. لا ثانية واحدة يا دكتور، بعد اذنك. لا في تحاليل، لا ثانية واحدة، احنا بنتابعهم طول الوقت، وبعدين في مصداقية، وكمان تعليمات البرنامج هو إعادة بنقل الشخصية بتتميز بالصدق والأمانة ويقظة الضمير، فصعب جدا إن ده يحصل، وكمان احنا أول بأول بنتابعهم من التحليل جوه المستشفى. لا أنا هقول لحضرتك حاجة كمان مش واخدة بالك منها، أنا كمدمن جوايا وحش كبير، لو خدت جرعة واحدة مش هتكفيني، في البرنامج بتاعي بيقول لي إيه؟ جرعة واحدة لا تكفي وآلاف الجرعات لا تشبع أبداً. لو خدت واحدة هرجع أضرب تاني وأسوأ من الأول، يعني لو كنت باخد جرام بودرة هرجع أخد 2-3 جرام، يبقى أنا بدمر نفسي وهديت كل اللي بنيته قبل كده. بس اللي يفهم بقى ويبقى من ما يبقى عنده ثقافة علاجية ومن جواه عاوز يبطل. بالظبط، أنا بقى ابتديتها إزاي؟ أما كنت قاعد بعد ما كان عندي اليأس ده كله لقيت 16023 اللي هو الرقم بتاع الصندوق. فقلت طب ما انا اروح برضك واشوف اجرب يعني. ما انا جربت في كل انا بجرب في حياتي، بجرب في عمري، بجرب بالمره. فرحت ولقيتها فعلا، يعني الحمد لله، مش زي ما انا كنت بسمع زي ما حضرتك كده بتسمعي ضرب وتكتيف والكلام ده في المصحات مثلا بتاعت الحكومه، لا بالعكس العمل انا لقيت نفسي ايجابي قوي معاهم، ولقيت الناس واخديني واحتضوني، يعني هم عيلتي الثانيه عامه، العيله الثانيه بعد عيلتي الاساسيه. هم لازم يبقى في نوع من الطبطبه والاسلوب برضو اللي هو يحتويك. بالظبط، يعني ما يخوفكش او ما يرهبكش او كده. وفي اي حاجه معايا حتى في الشارع معايا، يعني لو في اي حد مثلا تعرض لي في الشارع انا برفع سماعه التليفون بلاقيهم معايا، لدرجه ان انا مثلا عامل مشروع صغير قالوا لي في مثلا مبادره قروض للمتعافين، خلاص قدمت فيها والحمد لله قبلت فيها، ومعالي الوزيره كمان كرمتني ساعتها وهي اللي مدياني، والحمد لله المشروع ناجح لغايه دلوقتي، وبقى عندي سنتر كبير كمان الحمد لله. ايه حكايه دكتور العلاج بالعمل؟ احنا كنت اقول لحضرتك احنا يعني الرحله بتاعه العلاج ما بتنتهيش جوه المستشفى، هو بيخرج بره المستشفى، قلت لحضرتك هو بيجي كل اسبوع ياخد الجلسه اللي هي النفسيه، ولكن كمان المشروعات اللي بتتبناها معالي وزير التضامن الدكتور نبيل قباش ومدير الصندوق دكتور عمرو عثمان ومساعد الوزيره دايما بيحرص على دعم التعافي عشان الناس تكمل في مشوار التعافي وما تنتكسش. بيوجدوا لهم عمل؟ مش بيوجدوا عمل، ولكن بنعلم ازاي الناس تعيش. ده من خلال يا سلام. ايه؟ احنا عندنا مبادره اسمها مبادره بدايه جديده، دي بتبقى نوعين، يا اما الاول ان احنا زي ما رمضان قال كده لو هو عنده فكره مشروع بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي بنديله قرض صغير عشان يبتدي يفتح المشروع ده ويبقى مصدر دخل ليه ولاسرته. لو ما فيش فكره مشروع بنديله دوره تدريبيه على احد المهن الحرفيه، المهن الصغيره اللي هي المهن البسيطه الحرفيه دي يتمرن عليها، وبعد كده بياخد كمان شهاده معتمده ان هو اتعلم المهنه دي ينزل يقدم بيها في اي شركه واي مصنع، كده انا خرجت بيه من دوامة الإدمان وعالجته، وكمان حافظت على التعافي وعالجته ازاي يرجع يعيش تاني، لأن للأسف في كتير من المهن اللي هم بيمتهنوها قبل العلاج بيبقى صعب الرجوع ليها مرة تانية، تبقى خطر عليهم، لأن برضو العلاج من الإدمان مثلا مع ناس معينة أو بالظبط بيفرض عليهم نظام وروتين حياة معين. أيوة. فإحنا بنساعده على إن هو ازاي يعرف يعيش في ظل النظام الجديد اللي إحنا بنعلمه له جوه المستشفى. والله يا دكتور أنا شخصيا بشكر حضرتك جدا على المجهود اللي أنتوا عاملينه حقيقي يعني، وجزاكم الله كل خير. شكرا فعلا. لان انتوا احنا عايزين نمنح حاجه ويمكن رمضان مر بيها،
حاجه بتدمر مجتمع وبتدمر شبابنا، لانه للاسف الشديد المساله دي بقت منتشره دلوقتي جدا، وبنسمع عن حاجات يعني من 10 سنين 15 سنه في جرائم بتحصل، بس مش بالدرجه اللي احنا بنسمع بيها دلوقتي. ده بيخليهم فعلا مفيش دماغ، مفيش، عشان المخدرات المستحدثه بالزبط. يعني المشكله بقى بالزبط. في احصائيات اللي بيعملها صندوق الادمان بتبقى في مخدرات جديده. انا هاخد دقيقه كمان استاذن المخرج، بس عايز اسال سؤال واحد بس يا استاذ، ربنا يخليك يا رب. اكتشف ازاي ابني او بنتي واحنا عايشين في بيت واحد ان هم بداوا يدخلوا في الحكايه دي؟ طبعا في بعض المؤشرات اللي بتدل على ان في خطر على الولد او البنت، خصوصا ان يمكن اعمار التعاطي دلوقتي بقت بتتدنى شويه، زي ما رمضان قال كده انا بدات وانا عندي 12 سنه فعلا، يعني كنا زمان بنسمع ان هي فوق ال 15، دلوقتي في نسبه مرصوده ان الادمان بيبتدي ممكن من اقل من 15 سنه. ايوه، ففي بعض المؤشرات اللي احنا ممكن نشوفها ناخد بالنا فنتوجه للصندوق. طيب عشان بس باختصار، ايه هي المؤشرات دي؟ في منها جزء ممكن يكون مؤشرات جسديه، في جزء منها مؤشرات نفسيه. لو لاحظتها ابتدي اتوجه للمختصين عشان اعرف اذا كان في مشكله ادمان او حاجه ثانيه. أيوة. طيب المؤشرات الجسديه زي ايه؟ ممكن الاحظ ان في هالات سودة تحت العين، ممكن الاحظ ان في احمرار جوه العين، ممكن الاحظ ان في طفح على الجلد، ممكن الاقي في تقلبات في الشهيه بشكل كبير، يا اما بتقل قوي او بتزيد قوي، ممكن الاقي لخبطه في النوم، ممكن الاقي بقى الحاجات التانيه. لو ما لقيتش دول اروح بقى للمؤشرات النفسيه. طيب ايه هي المؤشرات النفسيه؟ ممكن الاقي في عزله زياده عن اللزوم، ممكن الاقي في كذب مبالغ فيه، ممكن الاقي في طلب للفلوس بشكل برضه مبالغ فيه، ممكن الاقي عصبيه زياده، ممكن الاقي ان هو نفسه في تقلبات مزاجيه بتحصل بسرعه ومن غير سبب، فجاه الاقيه متنرفز، فجاه الاقيه هادي بالظبط يعني كده. طيب لو لقيت الحاجات دي احس ان في مشكله، هنا بيبقى في مشكله نفسيه او في احد المشاكل النفسيه، بس مش شرط ان هو يكون ادمان بالظبط، ولكن بس يستحسن نلحقها ساعتها يعني. بقى بنروح لاحد المتخصصين نتاكد اذا كانت ادمان او حاجه ثانيه. أنا بشكرك جدا جدا جدا. شكرا رمضان، أنا فخورة بيك جدا. ميرسي يا فندم. وأكيد كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، نبعت السلام طبعا لأسرتك السعيدة، ربنا يهنيك بيهم يا رب ويسعدهم بيك. ميرسي يا فندم. و أنت عملت ده كله عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. الحمد لله. مش أكتر من كده. يعني أنت نويت فعلا وربنا برضو ساعدك في الحكاية دي. الحمد لله طبعا. يعني ثقتك في الله كانت كبيرة، فقدرت ان انت تتغلب على المشكله اللي كانت عندك، وبقيت ناجح في المجتمع بتاعي كمان. طبعا الحمد طبعًا. لله بقيت ناجح في المجتمع وناجح قدام ولادك، وفي دعم كمان من الصندوق، وفي دعم كمان من ناس شخصيات كبيره. ويا ريت يا رمضان بقى لما تقعد في اي حته وتلاقي في حد عنده بوادر تلحقه. انا بقدر اعمل الدور اللي عليا النهارده حتى لو انا في الشارع. انا بشكرك جدا 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 يا رمضان، وللاسف ان وقت فقرتنا ده انتهى. بشكركم جدا وبشكر مشاهدينا الاعزاء. فاصل ان شاء الله وهنرجع معاكم تاني بحكايه مصريه جديده.